القدامى والجدد والكثير من الأكاديميين حبينا أنا شخصيا حبيت نستفيد أكثر لأنه التكنولوجيات الحديثة ممكن تجاوزتنا شوية، حبيت نستفيد وأفيدك وأفيد غيرك بشوية تجارب والخبرات اللي كسبناها. وطبعا هذا يكمل ذاك. أعتقد بأنه لقاء الإعلاميين في مناسبة مثل هذه يعتبر في حد ذاته حدث، لأنه إحنا قلما نلتقي في مناسبات مثل هذه، وخاصة لما نلتقي في لقاء تكويني وأكاديمي وعلمي وتكنولوجي، هذا أكيد مفيد جدا.